تحس حالك دايما تعبان، عندك انتفاخ بعد الأكل، حساسية على أطعمة ما كنت تحس فيها من قبل، أو حتى مشاكل بالبشرة، ألم بالمفاصل وضباب دهني. هاي معكم نسرين، قابلة قانونية أخصائية بنظام الكيتو العلاجي. واليوم رح نحكي عن موضوع مهم كتير، ممكن يكون السبب الخفي ورا كل هالمشاكل، تسرب الأمعاء. ما رح أترككم ضايعين، بالعكس رح نفهم سوا شو يعني تسرب الأمعاء، كيف بيأثر على صحتنا وشو الحل تنصلح المشكلة من جذورها. ما تنسوا تشتركوا بالتشانل وتفعلوا زر الجرس، لأنه المعلومات اللي رح نحكي عنها اليوم رح تغير حياتكم. شو هو تسرب الأمعاء؟ الأمعاء منا بس أنبوب بيهضم الأكل، هي مثل الفلتر يلي بيمرر المغذيات لجسمنا وبيمنع دخول السموم. بس للأسف لما بطانة الأمعاء بتضعف بتبطل متماسكة، بيصير تسمح بدخول مواد ما لازم توصل للدم، مثل السموم، البكتيريا وجزيئات الطعام يلي منا مهضومة، حتى البروتينات مثل الجلوتين. وهون بتبلش المشكلة، كأن عندك شبكة أمان فيها فجوات صغيرة وصارت تسمح بدخول أشياء ضارة على جسمك. والنقطة المهمة هون مش إنه في بكتيريا بأمعائنا، المشكلة إنه الحاجز الطبيعي صار ضعيف وما عاد قادر يمنع تسرب هالمواد السامة. طيب شو الأسباب يلي بتأدي لهالتسرب؟ في عوامل كتير، من نظام الغذائي الغير صحي، أكل كتير سكريات ومعالجات صناعية بتسبب ضعف ببطانة الأمعاء، نتيجة انخفاض تنوع الميكروبيوم، يعني البكتيريا النافعة يلي بتحافظ على صحة أمعائنا بتقل والمسببات بتزيد. الإجهاد المزمن، التوتر المستمر بيأثر سلباً على الجهاز الهضمي، بيخرب توازن الميكروبيوم، بالتالي بيضعف الحاجز الطبيعي للأمعاء. ثلاثة، مضادات الحيوية والإفراط باستخدامها، يعني الأنتيبيوتيك. مضادات الحيوية بتقتل البكتيريا المفيدة وبتخرب توازن الميكروبيوم، يعني بيصير عندي شيء اسمه ديسبيوزيس، هالشي بيزيد خطر تسرب المواد الضارة. الكحول والتعرض للسموم، الكحول والمواد الكيميائية بتضعف بطانة الأمعاء، بتساهم بتآكل الحاجز الطبيعي لأمعائنا، بتخلي الـ LPS يلي هي مادة بتنتجها بعض البكتيريا الضارة والمواد السامة تدخل على مجرى الدم. وهون بيصير الموضوع أعمق، دخول LPS مجرى الدم بيسبب التهابات مزمنة. هالالتهابات تتسبب بضعف استجابة الجسم للأنسولين، يعني مقاومة أنسولين، وهيدا الشيء بيؤدي لمشاكل مثل ارتفاع سكر الدم، صعوبة خسارة الوزن، وحتى أمراض القلب. طيب شو علاقة بين الميكروبيوم وتسرب الأمعاء؟ بأمعاء كل واحد فينا في بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة. لما يكون ميكروبيوم متوازن بتساعد البكتيريا النافعة حماية بطانة الأمعاء وتعزيز جهاز المناعة. بس لما يتخلخل هالتوازن بسبب العوامل اللي حكينا عنها، بيساهم هالشي بضعف الحاجز وبتصير المواد تتسرب مثل الـ LPS الضارة على مجرى الدم. هالاختلال بيساهم بمقاومة الأنسولين، لأنه الالتهابات المزمنة بتأثر على خلايا الجسم وبتقلل من قدرتها على الاستجابة للأنسولين. يعني حتى لو كمية الـ LPS قليلة عندها تأثير على صحتنا ويمكن يكون كبير كتير. شو هي الأعراض يلي بتدل إنه عندك تسرب أمعاء؟ مشاكل بالجهاز الهضمي، انتفاخ، إمساك، إسهال، غازات، مشاكل جلدية، حب الشباب، إكزيما، تحسس جلدي، مشاكل مناعية، حساسية على الأكل، التهاب المفاصل، تعب مزمن، مشاكل عصبية، ضباب ذهني، توتر، اكتئاب، مقاومة أنسولين، صعوبة بتنظيم السكر بالدم، زيادة خطر الإصابة بالسكري. إذا حسيت أي من هالأعراض ما تستهتر فيها، ممكن تكون علامة على تسرب الأمعاء. والشي الحلو إنه في حل. بهالفيديو حكينا عن المشاكل وكيف العوامل المختلفة بتأثر على الميكروبيوم ومقاومة الأنسولين. بالفيديو الجاي رح نحكي عن الحلول العملية يلي فينا نطبقها تنصلح أمعائنا ونسترجع صحتنا. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع فيكن تشوفوا رابط المقالة بالوصف،
واكتبولي بالكومنت شو أكتر عرض حسيتوا فيه أو بينطبق عليكم. خلينا نحكي ونتساعد تكون بصحة أفضل. يلا شوفكم مرة الجاي.